شهر طوبة، وكان الإنجيل بيتكلم على حد فاكر؟ سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك بسيطة. يعني في شرط عشان الجسد يكون منير، لازم العين تكون إيه؟ بسيطة. وإن كانت عينك شريرة جسدك كله يكون شرير. السراج اللي هو بيرمز للنور، عشان كده الجسد بيشوف كل حاجة من خلال العين دي. عشان كده في وعظة للبابا شنودة بتتكلم على موضوع العين ده، فيقول كده إن العين نرى بها بنشوف بيها، ده كلنا عارفينه. لكن البابا بقى وضح حتة حلوة قوي، قال إيه؟ ونرى من خلالها. ونرى من إيه؟ من خلالها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا العين ديت بنكشف بيها الحاجات، لكن كمان العين ممكن تكشفنا وتبين اللي جوه. عشان كده العين نرى بها ونرى من خلال العين ديت، نكشف بيها حاجات وهي إيه؟ وهي تكشفنا. يعني إيه تكشفنا؟ يعني لو واحد قابلت واحد وبيقدم ليك محبة، العين هتبين الإيه؟ العين هتبين المحبة ديت. لو في تذمر هيبان في العين، لو في حقد، لو في قسوة هيقول لك ده في نظرة قسوة. ما النظرة دي جاية منين؟ من جوه. فبين العين، بينت، كشفت، كشفت الإيه؟ اللي جوه. عشان كده العين بتكشف إيه أخبار الواحد من جوه عامل ازاي، وهي المدخل الاساسي او احد مداخل القلب. العين او الفكر هي العين اللي بتستقبل. عشان كده في سفر الاعمال، في سفر الامثال سوري، بيتكلم عن دايما بيعمل مقارنة بين الجاهل والحكيم. ايات كتيرة بتتكلم عن الجاهل وايات كتيرة بتتكلم عن الحكيم. في انواع من العيون. أول عين هي العين، عين الجاهل ديت عين شريرة، عين شريرة. طب ليه شريرة؟ ممكن تبقى العين الشريرة دي شريرة في إيه؟ نظرة إيه؟ نظرة حقد، ماشي، دي عين شريرة. تاني إيه؟ غيرة وحسد، عدم مغفرة. تعالي، برافو، نظرة تعالي أو عين متعالية. العين الشريرة ممكن تبقى فيها طمع وفيها إدانة وفيها زي ما قلت حقد وفيها كراهية وفيها قسوة. دي العين الشريرة. من ضمن الأمثلة اللي اداها السيد المسيح عن العين الشريرة دي مثل الفعل في القرم. فاكرين المثل ده؟ قال يشبه ملكوت السماوات رجل رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه. فابتدى من الصبح، جاب فعلة واتفق معهم على كام؟ على دينار. وخرج الساعة الثالثة والساعة السادسة والساعة التاسعة والحادية عشر. فابتدى من الآخر يوزع. فبتوع الحادية عشر خدوا إيه؟ دينار. لما جه لبتوع الساعة الأولى يقول افتكروا إن هم هياخدوا أكتر. ففضلوا يحكموا السيد، فبيقول لهم كده، فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأجير مثلك، أنا صاحب كل حاجة، حاجة دي ملكي. فيقول كده أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي. فيكمل كده أم عينك شريرة لأني أنا صالح. عينك إيه؟ شريرة. ابتدت تتذمر. فالعين الشريرة دي عين إيه؟ متذمرة. عشان كده قال لهم في الأول وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت. تذمر ده بان في إيه؟ المسيح وصفه إن عينك إيه؟ عينك شريرة. ده بان في إيه تاني؟ مثل تاني كانت عين واحد برضو متذمرة، ما شافش الحاجة الحلوة وابتدى يحاسب أبوه. فاكرينه؟ برافو عليكم، انتوا اشطر مني بصراحة. الابن الاكبر
العين بتاعته ما كانتش عين بسيطة، ما شافش أي حاجة حلوة في رجوع أخوه، لكن بص بعين إيه؟ بعين التذمر، وابتدى يحاسب أبوه. ساعات إحنا ممكن الواحد يعمل كده، أبص لغيري وأبص لأخويا وابتدي أكلم، ببص أكلم ربنا أقول له طب إشمعنى؟ فابتدى الابن الأكبر هنا يقول له كده، فأبوه حب يرجعه للنظرة البسيطة فيقول له كده، ينبغي أن نصر وإيه ونفرح لأن أخاك إيه كان ميتا. هي دي النظرة البسيطة، فأبوه حب يوجهه للنظرة البسيطة دي، خلي عينك بسيطة، بص للحاجة دي نفرح ونصر لأن أخوك ده كان ميت وقام، سبت ده كله وبصيت على حاجة تانية بعين شريرة، عين تذمر. في تانية برضو عين شريرة لما تكون فيها شهوة، زي داود النبي. داود النبي يقول كده عنه، وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على السطح، فرأى من على السطح امرأة، نظرة ايه؟ بلا ضابط. العين ايه؟ العين لما تكون بلا ضابط تبقى شريرة، تقول هنا وتقول هنا وتجمع، عمالة تجمع ليها حاجات حتى لو حاجات خاطئة، بس هي بتشتهي ان هي ايه؟ ان هي تجمع، فدي العين الشريرة. ده أول نوع. في سفر الأمثال برضو قال نوع تاني في إصحاح 25 آية 26 يقول كده، عين مقدرة وينبوع فاسد الصديق المنحني أمام الشرير. عين إيه؟ مقدرة. يعني إيه مقدرة؟ يعني مش رايقة، المقدرة متعكرة مضطربة جدا العين ديت، وعمالة تجمع أخبار ومعلومات، والعين دي اتشالت من على المسيح وراحت فين؟ تايهة في العالم، عمالة تجمع أخبار ومعلومات وتتقدر، وتقدر معها الإيه؟ الجسد كله. ما هي سراج الإيه؟ ما هي سراج الجسد، اتعكرت وتقدرت، فعكرت وقدرت الجسد كله وخلته كله مضطرب وقلق وخوف وفزع من الأخبار ومن المعلومات ومن الحاجات اللي عمال أجمعها في التليفون، وحد اتصل بيا وعمال أجمع. فدي عين إيه؟ عين مقدرة، زي ما المسيح قال كده لمرسى، تضطربين وتهتمين لأجل إيه؟ أمور كثيرة. عين عمالة تضطرب وتهتم لأمور كثيرة، لكن الحاجة الإيه؟ الواحد، العين البسيطة ديت مركزة على إيه؟ على المسيح. يقول عن لوط كده إن هو حصل مشكلة بينه وبين إبراهيم، فأبونا إبراهيم قال له إيه؟ لا يكن مخاصمة بيني وبينك، اختار. العين البسيطة تقول لي ترفع اللي جنبيها، تقول له اختار انت. فلوط العين بتاعته ما كانتش لسه متظبطة، يقول كده فرفع عينه ولا الارض الحلوة فاختار لنفسه. اختار ايه؟ لنفسه الارض الحلوة. فهراجع عيني، العين بتاعتي بتختار ايه؟ هل هي بتختار المسيح ولا بتنجذب وفي حاجات تانية ممكن تشغلها وتحلى في عينيها وتخليها تسيب المسيح او تطلع بره؟ فعين لوط كانت كده، ما ركزش على اي حاجه غير على الارض. طب الارض دي فيها شر، لا مش مشكله. وبعد كده يقول عنه معلمنا بطرس الرسول كده، وكان يعذب بالنظر والايه والسمع، تعب. ما هو انت من الاول اللي معينك ما كانتش بسيطه، اخترت الايه؟ اخترت لنفسك. دي تاني عين، عين المقدرة. يبقى عين شريرة، عين مقدرة. تالت عين كنتوا قلتوها التعالي، عين متعالية، وتقال عنها برضو في سفر الأمثال إصحاح 6 آية 16. يقول هذه بقى صراحة كده، ربنا بيقول كده إيه؟ هذه الستة يبغضها الرب، والسبعة هي مكرهة نفسه. وذكر حاجات كتيرة، وأول واحدة ذكرها عيون متعالية، العين المتعالية. العين المتعالية ديت صعبة جداً. العين المتعالية غريبة عن السماء وبعيدة عن التوبة، بعيدة جدا عن التوبة. عشان كده نلاقي سمعان الفريسي لما عمل وليمة حلوة للمسيح وضافه، العين بتاعته ما كانتش ايه؟ كانتش بسيطة، كانت متعالية، مركزش في أي حاجة غير ايه؟ لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها ايه؟
إنها خاطئة. كان بالأولى يستفاد من وجود المسيح. ساعات ممكن يحصل معايا كده، بقى أنا جوه كنيسة وعايز استفاد من المسيح، لكن العين بتاعتي بصة إيه؟ بصة على اللي حواليا، بصة على اللي برا، بصة على اللي عمل معايا موقف، وأقول لو كان هذا نبيا لعلم ما حالها أنها خاطئة. فعين متعالية، عشان كده ما استفادش، رغم إن المسيح كان موجود جوه بيته، لكن ما استفادش بإيه؟ ما استفادش بالمقابلة ديت. لكن في ناس تانية مجرد مقابلة مع المسيح فرصة، فأنا أمسك في الفرصة دي طول مقابلة مع المسيح. لكن العين ما كانتش متظبطة بتاعت سمعان الفريسي، عشان كده مش هعرف أشوف الوصية بالعين ديت. عشان كده قلنا عين بعيد عن إيه؟ بعيد عن التوبة، بعيد عن السماء، مش هتعرف تنزل وتوطي تحت رجلين المسيح، رغم ان هو كان كل شايف كل الحاجات اللي بتعملها المرأة الخاطئة من غسيل رجلين المسيح وتقبلها، لكن ما فرقش معاه اي حاجة. العين ايه؟ عين متعالية، مش هيعرف يعمل زي الست دي ما عملت. التانية عينها ايه؟ عينها بسيطة، دخلت ركزت مع المسيح. كانت ممكن بالاولى تقول ايه ده، دخل بيت رجل فريسي، صح ولا لا؟ لكن هي ما همهاش اي حاجه، ومهما يكون عند اي حد، انا هركز مع مين؟ هركز مع المسيح. عشان كده العيون المتعاليه بعيده عن السماء، بعيده عن التوبه، مش هتعرف تبقى خاضعه للمسيح. عشان كده الفريسيين كانت عيونهم متعاليه، والمسيح قال لهم كده في يوحنا 9 ايه 39. بعد يوحنا 9 ده بيتكلم عن ايه؟ حد فاكر؟ ها، معجزة كبيرة كده، والفريسيين ما همهمش المعجزة ديت. و ها، المولود ايه؟ المولود أعمى، خلاص قدامهم المعجزة حصلت وعارفين المولود أعمى ده، لكن العيون المتعالية خلتهم ايه؟ ما يركزوش في كل القصة ديت. لكن هذا رجل خاطي عمل المعجزة ايه؟ يوم سبت. عيون متعالية مش شايفة. عشان كده المسيح قال لهم، وبخهم، قال لهم لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون. يعني اللي مش مفتح ومعترف إنه مش مفتح ده أقرب للتوبة من اللي مفتح ومش شاعر إن في حاجة عنده، ده أقرب للتوبة. عشان كده قال لهم كده حتى يبصر الذين لا يبصرون، ده أول جزء، ويعمى الذين إيه؟ يبصرون، اللي هم شايفين نفسهم مفتحين، دول في حالة إيه؟ في حالة عمى. عشان كده اليهود ساعتها الفريسيين تذمروا، قالوا له إيه؟ لو كنتم، قالوا له كده، ألعلنا نحن أيضا عميان؟ هم مش عارفين، العيون المتعالية ما بتخلينيش أعرف أبص لنفسي كويس، أفحص نفسي وراجع نفسي، ممكن أقيم نفسي بتقييم مختلف خالص. يعني كنت لسه مع حد من اسبوعين وكان بعيد عن الكنيسه خالص، ومشاكل مع اخوه وعلى ميراث وظلم وظلم اخوك، حاجات كتيره قوي صعبه، والعين المتعاليه خلته هو مش شاعر ان في حاجه غلط، مفيش حاجه، انا تمام، انا ميه ميه، انا بروح الكنيسه وبتناق ميه ميه، بس ممكن تكون نظرتي لنفسي مش هي دي الحقيقه، انا محتاج أخضع تحت رجلين المسيح وأقول له إيه؟ قول له ارشدني وعرفني، خليني أعرف أفحص نفسي كويس وراجع نفسي، لا أكون إيه؟ فاكر نفسي ماشي صح وأنا إيه؟ وأنا ماشي غلط. عشان كده قالوا له لعلنا نحن أيضا عميان، أنتم مش عارفين. فقال لهم كده لو كنتم عميانا لما كانت لكم إيه؟ خطية. يعني لو قلتوا إن إحنا عميان ده سهل، لأن المسيح هيعمل إيه؟ هيفتح عينيا. لو قلت ان انا محتاج المسيح هلاقيه فتح حضنه، لكن لو شعرت لحظه قلت انا تمام، زي ما المسيح قال لملاك سفر الرؤيا كده، انت ايه؟ استغنيت، فاكر نفسك الغني ولست تعلم انك ايه؟ الفقير والاعمى والعريان، انت مش شايف نفسك كويس. فقال لهم كده لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيه، ولكن الان تقولون اننا نبصر، احنا مفتحين والدنيا تمام، فخطيتكم باقية، انتم مش عايزين تعترفوا بيها. فده عيون ايه؟ عيون متعالية زي بتاعت الفريسي،
والعشار، العشار عينه بسيطة ما بصش على الفريسي، مش شايفه، العين البسيطة شايفة مين؟ شايفة المسيح. اللهم اغفر لي أنا الإيه؟ أنا الخاطي. الثاني أنا لست مثل باقي لست مثل فلان وفلان 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 وفلان، وبعمل وبعمل وبعمل، عيون إيه؟ متعالية. فبعيدة، يقول نزل مبرر، والثاني زي ما هو، زي ما طلع زي ما نزل، زي ما رحت زي ما جيت، ما خدتش من المسيح لأن ما خضعتش بالعيون الإيه؟ بالعيون البسيطة. قصة تانية عن هيرودس في سفر أعمال الرسل صح 12، يقول كده جلس لبس الحلة الملوكية وجلس على الكرسي، والناس احتفت، هذا صوت إيه؟ إله، لا صوت إنسان. يقول فضربه الدود لأنه لم يعطي مجدا لإيه؟ لله، لم يعطي مجدا، لم يعطي مجدا لله. طب ايه العين البسيطة؟ احنا خدنا عين شريرة وعين مقدرة وعين متعالية. ايه العين البسيطة؟ العين البسيطة ديت العين اللي كلها حب، زي عين مين؟ عين المسيح. طب العين دي انا خدتها فين؟ ها؟ في المعمودية، الطبيعة الجديدة، العين البسيطة، العين بتاعت المسيح. اتقال عنه كده ايه؟ قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ. هل انا عندي هذه العين؟ حتى لو انا مش عندي، انا مفروض كل يوم في الصلاة اقول له يا رب اديني العين البسيطة اللي تعرف تحب زي ما انت بتحب كده. حتى لو قدامي قصبة مردودة انا مش هشوف الكسر بتاعها، انا هعمل لها ايه؟ هرجعها تاني، همتدحها، حتى لو الفتيلة مدخنة مش هعيب عليها ان هي مدخنة، هحاول ان انا ايه؟ اشعلها. هي دي العين اللي كلها حب. عشان كده العين بتاعت المسيح دي تعاملت مع اللص اللي مين وايه وخلصته، وتعاملت مع الابن الضال ورجعته، تعاملت مع اللص اللي مين. لو كان كلنا، لو كنا مكان المسيح في اللحظة ديت مع اللص اللي مين، ساعات كتير قوي بيحصل لنا الموقف ده. انت جاي لما اتزنقت جاي ايه؟ لما اتزنقت جاي تتوب بالعين بقى الشريرة، لما اتزنقت جاي تتوب، لما عملت كل حاجة جاي دلوقتي بقى ايه؟ عايز بكلمة كده تعدي. لكن المسيح ما بصش لكل ده، بص لايه؟ بالعين البسيطة اللي كلها حب. على ايه؟ على توبة هذا اللص، وما قالوش اي كلمة غير ايه؟ اليوم تكون معي، ما فيهاش ايه غير كل حب. عشان كده في مثل سمعان والمرأة الخاطئة المسيح يتعامل برضو بهذه العين. سمعان شاف بعين شريرة، لكن المسيح شاف بعين الايه؟ بعين الحب، وقال له كده يا سمعان أترى هذه المرأة؟ أنت شايفها بنظرة إيه؟ غير النظرة اللي أنا عايزك تبص لها، دي بص دي عملت وعملت وعملت. واداله مثل عشان يوضح له قد إيه الست ديت جاية بتوبة. فعين كلها إيه؟ عين كلها حب، العين البسيطة ديت عين كلها إيه؟ كلها حب. لو العين بتاعتي كلها حب وحب للمسيح فعلاً، هلاقي نفسي اختلفت في حاجات كتيرة قوي. يقول كده عن يعقوب في تكوين 29، راح عند لابان هربان وحب رحيل، فايه عايز يتجوزها. خدوا بالكم من كلمة حب رحيل ديت، لان هي دي السر في كيف الكلمة ديت. لما حب رحيل وقال له لابان عشان تتجوزها لازم تخدمني كم سنة؟ 7 سنين. 7 سنين هيقعد يخدم. ما هو الحب ايه؟ لا مش عامل حب جميل يعني. الحب خلاه ما يشوفش السنين ديت، يشوفها ايه؟ ايام. وده ضحك عليه تاني، جوزه ليئة وقال له اللي هتقعد ايه؟ يعني كام سنة؟ 14 سنة. فيقول كده فخدم يعقوب برحيل 7 سنين، وكانت في عينيه كأيام قليلة. بص الحب، لو أنا في حب للمسيح هيبقى في عيني كل حاجة بسيطة، هتهون كل حاجة، هبص لأخويا بنظرتين، لأن الحب إيه؟ أنا شبعان بحب المسيح. عشان كده كنت حتى قلت الحتة ديت في القداس، لو أنا في القداس
ساعات حد يجي يقول باجي قبل الانجيل او باجي بعد الانجيل. المشكله مش في قبل الانجيل ولا بعد الانجيل، في الايه؟ في الاشتياق بتاعتي والحب بتاعي للمسيح. مستخسر النص ساعه ديت ولا الساعه، ولا بظبط نفسي على ميعاد معين عشان انزل قبل قرايه الانجيل؟ مش دي المشكله. هل انا فعلا الحب مليني فاقول اقدر اقول على القداس كده وكان في عيني ايه كدقائق ايه قليله مش كساعات كثيره؟ ساعات كثيره يبقى انا في مشكله بقى في الموضوع ده، لكن شايفه ايه؟ حب. عشان كده العين ديت العين البسيطه بتحب، بقى فيها حب. تاني حاجه في العين البسيطه، عين دايما منتظره ومترقبه مجيء المسيح. بص على مين؟ بص على المسيح. يقول كده عن التلاميذ في اصحاح 1 اعمال الرسل: ولما قال هذا ارتفعوا هم ينظرون على المسيح في الصعود، واخذته سحابه عن اعينهم، وفيما كانوا يشخصون الى السماء. عين ايه؟ شاخصه مترقبه مجيء المسيح. عشان كده في رساله معلمنا بطرس يقول كده: طالبين سرعه مجيئه. دايما في انتظار ايه؟ منتظرين وطالبين سرعه ايه؟ سرعه مجيء المسيح. عين دايما متلهفه ومترقبه هذا المجيء وهذا اللقاء، فمش هيعطلها حاجه عن الـ عن الـ عن الـ عن الموضوع ده. هي مثبته، مش مقدره، عماله تروح وتيجي في حتت كتيره. لا، دي عين بسيطه مركزه مع مين؟ مركزه مع المسيح. عشان كده يقول في عبرانيين 11 عن ابطال الايمان، يقول كده: في الايمان مات هؤلاء اجمعون. قال لسته كبيره كده من شمشون وجدعون وداود ويفتاح وصمويل، ويقول كده: هم لم ينالوا المواعيد. يعني كلهم ماتوا ولم ينالوا الايه؟ مواعيد. لكن من بعيد ايه؟ يقول كده: نظروها وايه؟ وصدقوها بعين الايه؟ عين الايمان. عشان كده في الاول قال: في الايمان مات هؤلاء اجمعون. عين ايه؟ العين البسيطه تصدق وعود المسيح. عشان كده يقول: نظروها وصدقوها، مصدقه وعود المسيح وكلامه. بتاخد الكلام على محمل ايه؟ محمل الجد، ما فيهوش هزار. شايفه الايه؟ شايفه الوصيه. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما قال كده: جهدت الجهاد الايه؟ الحسن، حفظته الايمان، اكملته السعي. كل ده حصل. اخيرا وضع لي، طب فين وضع لي؟ يعني جهدته هو تم، واكملت تم، وحفظت الايمان، ده كل ده حصل. لكن وضع لي اكليل البر ده امتى؟ ده بيقول ده وضع، ده بيقول ايه؟ مش سيوضع، ده وضع اكليل البر. يقول كده: الذي سيهب لي الرب الديان العادل في ذلك اليوم. ده في المجيء الثاني. لكن انا اخدته ايه؟ انا واثق بعين الايمان ان ايه؟ مصدق بالعين البسيطه ان انا وضع لي اكليل البر حسب ايه؟ حسب وعده. فلما اكون مصدق بعرف اجاهد الجهاد الحسن، بعرف اكمل السعي، بعرف احفظ الايمان، لان انا مصدق ان كل ده في ايه؟ ليه اكليل معد ليا ولكل واحد فينا، كلام المسيح. عين ايه؟ العين البسيطه بتاخد الكلام زي ما المسيح قاله لما يقول: جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق. يبقى فعلا يا رب انت جسدك ماكل حق ودمي مشرب حق. عين بسيطه تصدق كلام المسيح بدون اي تحاليل واي تعقيدات ونفسر مش عارف ايه وكان قصد ايه. لا لا، هو كلام المسيح يقصد كده، هو يقصد كده، انا مصدق اؤمن. عشان كده العين البسيطه دي عين بدون اي اضافات. يعني ايه اضافات؟ معلاش اي فكر ولا اي حاجه من بره عقرت العين البسيطه ديت، ما سمحتش ان هي تخش اي فكر. العين البسيطه ديت كانت بتاعت ادم وحواء، وفضلت بسيطه، وكل يوم بيشوفوا الشجره بالعين الايه؟ البسيطه، لحد ما قعدت مع الحيه ودخلت اضافات تانيه على الايه؟ على العين البسيطه. يقول كده بعد كده: فنظرت حواء ان ايه؟ الشجره شهيه. طب ما هي بتشوفها كل يوم. لا، ما في اضافات حصلت على الايه؟ على العين البسيطه ديت، ما خليتهاش ايه؟ ما خليتهاش بسيطه. لما تسهلت مع الشيطان، تساهل مع الشيطان يفقدني العين البسيطه. ممكن مع اي حد
أصل ده كان بيبصلك مش عارف بصة عاملة إزاي، ويقصد من كلامه مش عارف إيه. فالعين البسيطة تتحول لإيه؟ لعين تانية بقى، تفضل تفحص وتراجع ده كان قصده حاجة معينة، وكان بيوجه لي رسالة، وكان عايز يعمل ويسوي. فعشان كده العين البسيطة بدون أي إضافات، ما تسمحش للشيطان إن هو يضيف ولا يعكرها. أنا عندي عين جسدية دي بشوف بيها الحاجات المادية، لكن في عين تانية البسيطة دي العين الروحية، عشان أشوف بيها الأمور الإيه بقى؟ الأمور الروحية، أشوف بيها كده ما وراء الأحداث. يعني العين بتاعتي الجسدية ديت دي عند كل الناس بتشوف بيها الأحداث، لكن أنا هشوف بالعين بتاعتي البسيطة ما وراء الأحداث ديت، ما وراء الضيقة ديت، ما وراء التجربة ديت، ما وراء المشكلة ديت. العين الجسدية اللي بيشترك فيها كل الناس بتقف عند حد إيه؟ الضيقة والمشكلة والتجربة. لكن العين بتاعتنا بتاعت كل واحد فينا دي بقى إيه؟ عين روحية، تشوف ما وراء الحدث ده، تشوف إيه؟ تشوف إيد ربنا، تشوف حكمته وتدبيره ومحبته ورعايته وعنايته حتى لو في ضيقة. لكن من ورا الضيقة ديت هتبقى إيه؟ هيبقى في خير، لازم هيكون في خير. ده احنا بنقوله فلنشكر صانع الإيه؟ الخيرات. العين الروحية ديت بقى أو البسيطة بتركز على كلمة صانع الخيرات حتى لو في ضيقة، حتى لو في حاجة. عشان كده نوح ربنا قال له اعمل السفينة أو الفلك اللي هتخش فيه، بس نوح كان عنده العين التانية ديت البسيطة، شاعر ان مش الفلك بس هو اللي يحميه، لا ده ايه؟ ده ايد ربنا. عشان كده في الآية جميلة يقول كده عن كل حاجة دخلت الفلك، ربنا قال له دخل كل من كل حاجة اتنين، كل حاجة دخلت يقول كده بعد كده مش الباب اتقفل بتاع الفلك بس، لا وأغلق الرب ايه عليه، وأغلق الرب على ايه؟ على نوح. هي دي بقى العين الروحية أو العين البسيطة، تشوف في كل موقف أو في كل حدث إن ربنا إيه؟ أغلق عليا، حافظني، محوط عليا. ممكن أكون في وسط الضيقة لكن هشوف بالعين البسيطة ديت إن الرب إيه؟ أغلق عليا، ممكن من أجل التنقية، ممكن من أجل التزكية، يرفعني. لكن المهم ان العين البسيطة دي شايفة ان انا ايه؟ ان انا محفوظ تحت اليد العالية ديت، خلاص اغلق ايه؟ اغلق عليا. كده يوسف مهموش الموضوع دوت، بالعين الجسدية هو اترمى في البير واتباع وترح عبد، لكن بالعين الروحية هو شايف ان في كل مرحلة الرب ايه؟ اغلق، الرب اغلق عليه، جوه البير هو اغلق عليه، في بيت فوتيفار هو اغلق عليه، هو شايف بالعين ديت. عشان كده لما جه قدام مرات فوتيفار وحبت تغريه هو ما شافش مرات فوتيفار، لان كانت عينه ايه؟ بسيطة. شاف مين؟ شاف الوصية، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. فالعين البسيطة ديت اللي كانت شايفة الوصية ما قدرتش الاغراءات اللي بره توقعها، لان ماسكة في مين؟ ماسكة في ربنا وفي الوصية. عشان كده حتى لو انا وصلت لقاع البير زي يوسف، اعرف كده بالعين بقى البسيطة ان في عاصفة من فوق وربنا حافظني ايه؟ حافظني تحت منها وهيطلعني، بس بعد ما تمر العاصفة. اعرف كده ان كل حاجة هي ايه؟ للخير. مغلق عليا بايه؟ باحكام. مغلق عليا بايه؟ باحكام من ربنا. عشان كده الغلق دوت في حياة يوسف كان مهم جدا، حوله من يوسف المدلل ليوسف تاني رجل، وبتقال عليه انه مخلص العالم. يقول كده حتى قال لهم انا جيت هنا لاستبقاء ايه؟ استبقاء حياة. فدايما العين الروحية والعين البسيطة دايما اطلبها من ربنا، ان انا اشوف ما وراء الحدث، ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ايه؟ ترى، بل التي لا ترى، قد وضع لي إكليل البر. حتى لو أنا مش شايفه لكن وضع عليا بتاعي، ربنا هيدهوني، هيكافئني على العين البسيطة ديت اللي بتشوف أخويا
ببساطة وبتحب وبتغفر وبتسامح وبتشوف إيد ربنا في كل موقف وبترفع أخويا زي ما كده ينبغي إن ذاك يزيد في كل موقف. ينبغي إن ذاك إيه يزيد، المهم اللي قدامي هو يزيد ويعلى. فدايما نطلب من ربنا كده الإيه العين الإيه العين البسيطة. العين البسيطة دايما بص على الطريق، طريق واحد اللي هو المسيح، مشغولة قوي بالسكة ديت. احنا دايما ساعات في السفر كده واحنا سايقين يبقى في يافطة كده حطينا، لا تنشغل بغير الايه الطريق، لا تنشغل بغير ايه الطريق، ما تنشغلش بحد غير بالمسيح، لان لو انشغلت هضل الطريق وهتوه مش هوصل. لكن دايما ايه حط لا تنشغل بغير حد، ضايقني لا تنشغل بغير الطريق، حد مش عارف ظلمني لا تنشغل بغير الطريق، انا عيني على ايه على المسيح. فربنا يدينا دايما كده العين البسيطة الجميلة اللي المسيح يمتدحها ويقول لها كده يا حبيبتي عيناك ايه حمامتان. ربنا دايما كده يدينا العين دي، دايما نطلب في الصلاة كل يوم يا رب اديني العين الايه البسيطة اللي تنور ايه جسدي كله وقلبي كله. لله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.